حاجة بقى تانية ايه الجامد ده؟ طبعا طبعا، يعني حاجة ايه؟ Thank you.
انا هحببك فيها. دي هايله. دكتوره سميره لما جت تعمل المقطوعه الثانيه ما قالتش انا هعمل، قالت هقول لكم حاجه. هي بتعتبر ان يعني انا وقفت عند الكلمه، على فكره انا جبت لي اصحاب لما قلت الكلمه دي. هي بتعتبر ان الاله ناطقه يعني بتنطق، بتقول انا هقول لكم حاجه. بجد ابدعتي ما شاء الله عليكي. بكرر يوم الخميس ان شاء الله نلتقي مع هذه المبدعه.